حصريا. مساء الخير. تلتقون في هذه الحلقة مع طيب مدام حضرتكم جيتوا أساسي أنا بقى فرصة واحدة هوب ايوه بس الست شطاحه بتقدر قلت 20. في مره لما كنت كابتن كوره شطاحه وانا هنا في مصر دخلت الجون في اسوان جابوني بيبوني. يلا يا شاطر يلا 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 يا ولا يلا يلا. الفنان الكبير محمد صبحي. اخيرا جالكم المقدم صلاح شوقي. تشاهدونه في الاوقات التاليه.